الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إن بقسم بي نباغي شاب تو باغي أن ذبح لله. أمونا إن بقسم بي كاو مكان الله سبحانه وتعالى. تذبح تتصدق. بيأسي مقسم بي كاو حسب يوم مكسرك كاو. تذبح في عيد الأضحى تتصدق. أتوا مقسم بي كاو ها إيد أدها يأون. بقبوسي بقسرك كامو. نعم القسم الثاني من الذبح. إني كروانيا أمونا إن قسم الثاني من الذبح شرك أكبر. إني كروانيا أمو إن لونتيا يكروا كوان ونبيعون باق سوم باي إن شئني شرك أكبر. يذبح للجن بيناسي مقسوم باي سيا هسوب أمانا جن. يذبح لأصحاب القبور أطوى مقسوم باي سيا بسبب أنسين مانا تومي أمتايا. هذا شرك أكبر. نينيريني شرك أكبر. الثالث من الذبح جائز مباح. إني كتو دينها باقي أنسين بقسم بي إني ريني منجريسيا مباح. لماذا تذبح؟ بانسبو ميتك قال حتى آكل. لم جواب موسى هينغا مخاكاو ناكو. لماذا تذبح؟ ميتك كاو نقسم بي. قال لأنني جزار أبيع اللحوم هذا جائز. نا بسالة إنكو إني مك بيسنس مان مك دغان مك بيعان. إذن الحذر كل الحذر من أن نذبح لغير الله محبة وتعظيم الذبح للجن لأصحاب القبور والله أعلم. نعم كان سوبي كتانيو لما يتؤد أمو إن لما يتؤد أمو إن مقسوم بي كتانيو ما بواس دينها الله سبحانه وتعالى يا أغاران سين بق باتيكوبو إبن بانلاقوي بيانا سين بقسوم بيها مغا جين إبن سين مغا تاوميا متاي.